المالية في إكويتي جروب الأستاذ محمد هشام للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. بداية يعني بعد عدة قرارات من البنوك المركزية، نتحدث عن الأسترالي أيضا في اليابان، كيف تأثرت أسعار العملات ونبدأها من الدولار؟ صباح الخير وأهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. الدولار بدأ تداولات الأسبوع على تراجعات طفيفة مع تراجع عوائد السندات الأمريكية، ولكن على المدى الطويل قد نشهد ارتفاعات للدولار الأمريكي، خاصة أن الفيدرالي قد أعلن أو قد ألمح بشكل مباشر أنه قد يتجه إلى رفع أسعار الفايدة ربما في النصف الثاني من العام المقبل. أيضا قرر تسريع وتيرة تقليص شراء السندات بوتيرة أسرع بتخفيض حوالي 30 مليار دولار شهريا بداية من شهر يناير القادم، لينتهي برنامج شراء السندات في مارس المقبل. كل تلك العوامل تؤدي إلى دعم الدولار وتعزيز من مكاسب الدولار الذي ارتفع مؤخرا ويتداول بالقرب أو حول أعلى مستوياته في 16 شهر تقريبا، ويتحرك مؤشر الدولار حاليا في مستويات 96 نقطة. متحور أوميكرون قد يؤثر بعض الشيء، ولكن سننتظر خلال الفترة القادمة ونرى مدى تأثير متحور أوميكرون، خاصة مع اتجاه عدد من الدول إلى الإغلاقات، وما زال الفيدرالي يراقب مستويات التضخم بعد أن ارتفعت لأعلى مستوياتها في أكثر من 39 عام، خاصة أن هذا الأسبوع ستتجه أنظار الأسواق نحو مراقبة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والتي تعد المؤشر المفضل للفيدرالي لمراقبة التضخم. لاحظنا خلال الشهر الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 6.8%، كما قلت أنها أعلى مستوياتها منذ يونيو عام 1982. فالفترة القادمة قد نشهد بعض التراجعات الطفيفة على الدولار الأمريكي، ولكن على المدى الأطول قد نشهد عودة لارتفاعات الدولار الأمريكي مرة أخرى. نعم، إذن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي كما كان متوقعا أن يبقى الدولار، أو تحديدا مؤشر الدولار، متماسكا عند 96 نقطة ويحوم حوله، لكن يعني تأثيرات أوميكرون خفضت نوعا ما. من المتوقع غدا أن يكون هنالك إعلان عن معدل النمو في الولايات المتحدة، المعدل الفعلي، هل نتوقع أيضا حالة من الثبات حتى نهاية هذا العام أو مع بداية تعاملات العام الجديد؟ قد نشهد ربما بعض التباطؤ، خاصة كما قلت بسبب بعض الإغلاقات أو بعض القيود التي تم فرضها مع انتشار متحور أوميكرون. وقد شهدنا أن مؤسسة جولدمان ساكس قد خفضت من توقعات النمو للاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل، فقد نشهد بعض التباطؤ، ولكن بشكل عام أو بشكل إجمالي الاقتصاد الأمريكي يتحسن بشكل كبير، وخاصة وهذا ما لاحظناه في بيانات سوق العمل التي أظهرت تحسنا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وأصبح على مقربة من العودة لمستوياته ما قبل الجائحة، حيث لا يزال حوالي 3 مليون وظيفة فقدها من الموظف التي فقدها الاقتصاد الأمريكي في خلال الجائحة، أصبح على مقروء من تعويض تلك الوظائف خلال العام الجديد. نعم. أستاذ محمد، نتحدث عن العملات قليلا غير المباشرة، الين الياباني، وأيضا يعني نتحدث عن الجنيه الاسترليني. قرارات مهمة كانت من البنوك المركزية لكل من اليابان وأستراليا، أيضا كيف أثرت على أداء هذه العملات؟ بالفعل الجنيه الاسترليني شهد بعض الارتفاعات خلال الأسبوع الماضي، خاصة أن البنك البريطاني أو البنك المركزي البريطاني قد فاجأ الأسواق برفع أسعار الفائدة في ظل ارتفاعات التضخم، والتي لا تزال الهاجس الأول للأسواق العالمية. التضخم ارتفع في بريطانيا لأعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات، فبالتالي اتخذ البنك المركزي خطوة لمحاولة في ملاحقة الفيدرالي الأمريكي الذي بالفعل ألمح أو اقترب من تجديد سياسته النقدية. فشهد الجنيه الاسترليني بعض الارتفاعات، ولكنه كانت ارتفاعات محدودة عادت مرة أخرى للتراجع. أما بالنسبة للين الياباني، فالين الياباني لا تزال متحور أوميكرون مؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الياباني، خاصة أن السياسة التسليقية مستمرة في الاقتصاد الياباني منذ فترة طويلة،
ولكن لا يشهد التضخم الارتفاع الذي نشهده خلال أو في الدول الأخرى. فمن المتوقع أن نشهد بعض التراجع أو الضعف في الين الياباني مقابل أغلب العملات خلال الفترة المقبلة. أيضا الدولار الأسترالي اليوم كان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي، والذي ألمح فيه أن الاقتصاد أو التعافي الاقتصادي الحالي للاقتصاد الأسترالي لن يتأثر كثيرا بمتحور أوميكرون، وربما يفكر في اجتماع شهر فبراير القادم بتقليص أو إنهاء برنامج شراء السندات البالغ حوالي 4 مليون دولار أسترالي أسبوعيا، وربما يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة بالنسبة للاقتصاد الأسترالي. نعم أستاذ محمد، نعود للحديث قليلا حول اليورو الذي شهد أيضا تذبذبات منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي، واستمرت أيضا مع بداية تعاملات هذا الأسبوع التذبذبات. هل سنشهدها أيضا وستبقى على أداء اليورو حتى نهاية هذا العام؟ اليورو تحت الضغط بشكل كبير من ناحية الفدرالي الأمريكي، كما ذكرت في بداية اللقاء أنه في طريقه لتجديد السياسة النقدية، ومن ناحية أخرى العديد من الدول في الاقتصاد الأوروبي أو منطقة أوروبا تتجه إلى الإغلاق بسبب انتشار أو التسارع في عدد الإصابات في المتحور أوميكرون. خلال الفترة القادمة إذا لم يتجه بشكل واضح البنك المركزي الأوروبي نحو تجديد السياسة النقدية أو البدء في التلميح بالاتجاه نحو هذه السياسة، قد نشهد مزيد من الضغط على اليورو، خاصة أن الارتفاعات التي حدثت مؤخرا كانت ارتفاعات محدودة وتتحرك في نطاق عرضي مائل للهبوط أكثر. نعم. مستويات 1.1185 قد تعتبر مستويات دعم قوية جدا، إذا تم كسرها قد نشهد تسارع في هبوط اليورو مقابل الدولار الأمريكي. نعم، محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذ محمد هشام، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.